أنا اليوم حابب أورجيكم واحدة من المشاريع اللي عملتها لواحد من أصحابي. هنا كانوا مجموعة اللي هي هاي عبارة عن بيتحكم بإشارتين. صاحبي عمل البرنامج تبع البك وأنا عملت له باقي الدار. اشتغل على البطارية شغلها تلاقي إنه تكون هاي أحمر وهاي أخضر، بعدين بصير 2-0 بعدين هاي بصير أحمر وهاي أخضر. دارة هاي ما بتغلي سهلة، خدمناها هذا بيعمل ريسي بس.